بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. ربنا أرنا ما ينفعنا في دنيانا وأخرانا يا سميع يا كريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على أهل العدوان. وما يغني عنه ماله إذا تردى. قال قلت لي تجيك المنية أو تجيك الأمراض أو تجيك الفضيحة أو السجن أو أي ولا حادث معنا مرور، حد كيف تكون انت ضربه في مخك ولا ضربه في قلبك ولا شرايين انتاجيه، معنا المال هذا كان في كل كيما جبته بالحرام يكون في الظلام وتبدا معوق وما تجيكش او يجيك الشيبه، خاطر ربي غاضب عليك ما يحبش هذيك الشيبه باش ما تعودش الى ورطه اخرى. وحنا عندنا بالمناسبه اللي يجي يستشير وقت يبدا عنده علمه، يقول له يا انسان راك مرحوم من رب العالمين. يقول لي كيفاش؟ يستغرب، يعني مرحوم وقت اللي انت بديت مش تنفذ العمليه الخيانه لله، مش خيانه لزوجها ولا لصاحب ولا حاجه، الخيانه لله. ربي قالك كون امين، انت كنت غير ذلك، فوقت اختليت بمحارم الله حبيت تنفذ تلك كما الخطيئه، حبيت تنفذها. لكن ربي لا نهاية لرحمتي بخلقي، رحمك فساق لك الحلالية متى لابيسون سيكسوال باش ما تقومش، خاطر يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما معناه العين تزني والأذن تزني واللسان يزني واليد تزني والقدمان تزنيان، والمجر ولكن الزنا المحرم هو اللي يكون في تمام العملية الجنسية كالقلم في المرود، هذا هو اللي محرم في القلب. أو يقول لك لا تقرب الزنا أي في مسبقات البربراتي، لأنه كان فاحشة ساء السبيل، كان فاحشة يعني حاجة قبيحة جدا وساء السبيل، خاطر من ختيوة من ختيوة غمزة الأولى هي جاوبت غمزة ثانية وانتمش حتى تطور الزوج، وربما تدخل في خصلة الله وقلوبكم تسكنها الظلمات وتغم الغمم والأحزان والعياذ بالله، وبرا عاد خلص روحك من الورطة اللي انت فيها مع انتونة انتونة الروح انتونة الفكر المظلم وانت ماشي. نسأل الله السلامة.